استطاعت إيطاليا أن تعيد المئات من القطع الأثرية القديمة المفقودة، قطع أثرية تتمثل في مجموعة متنوعة من الفسيفساء. تضمنت عملية الاستعادة هذه حوالي 750 قطعة أثرية كتمثال من نوع الرخام برأس أسد ورجل منحوت على قطعة من الفسيفساء ومجموعة من المصنوعات اليدوية والبضائع التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر والعصور الوسطى. تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون يورو، كما تشمل البضائع المستردة تابوتا من الرصاص وشظايا أرضية من العصور الوسطى ومزهريات ومجوهرات ذهبية وفضية وبرونزية و26 قلادة ذهبية فضية وبرونزية أعيد بناؤها. السلطات الإيطالية عملت جاهدة على تجميع هذه القطع التاريخية والبضائع لحماية تراثها، وذلك في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي للسلع الثقافية والتاريخية.